اهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، مرحبا بكم على قناة الحوار بريس. اسعد الله صباحكم بكل خير. والان كيف ما كتشاهدوا الاخوان، كنقول لكم هذا البث المباشر من مدينة فاس، وبالخصوص حي الفتح اللي هي تابعة لمقاطعة أزواغة. والان هناك ختان جماعي للأسر الفقيرة والمعوزة واللي هما في أمس الحاجة لهذا الختان. خليكم معنا على هذا البث المباشر، وكنتمنى من جميع المتتبعين والمتتبعات على قناة حوار بريس يبارطاجيو الفيديو ويشاركوا في القناة باش دائما يوصلهم الجديد. خليكم معنا الإخوان، كيف ما كتشاهدوا الآن هذا هو القاعة الرياضية الفردية لفنون الحرب، كتواجد بمدينة فاس حي الفتح. خليكم معنا الإخوان، هانتم كيف ما كتشاهدوا هذا هو الختان كيف ما كتشاهدوا. الأمهات يأخذون أبنائهم عندما يختنون أطفالهم كيف ما كتشاهدوا الإخوان. وكنشكروا جميع السلطات على هذه المبادرة الطيبة وعلى التنظيم ديالهم والحفاظ على الأمن. خليكم معنا الإخوان، وهناك احتفالات من طرف الساكنة بسبب هذا الختان كيف ما كتشاهدوا الإخوان. وكنتمنى من جميع المتتبعين والمتتبعات على قناة حوار بريس يبارطاجيو الفيديو باش يوصلهم دائما الجديد. كيف ما كتشاهدوا الإخوان، هناك إقبال كبير من طرف الساكنة من أجل ختان الأبناء ديالهم. أنتم كيف ما كتشاهدوا الإخوان، كل شيء منظم والحمد لله. هناك إقبال من طرف الساكنة ديال زواغة، كيجيو لهاد العين المكان باش كيختنوا وليداتهم.